الداخليه الايراني كان مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، ولكن ركب طياره تانية. بالظبط، ما رجعش معاه نص طياره. احنا بنتكلم على موكب فيه ثلاث طيارات. ايوه، ثلاث طيارات، طيارتين وصلوا وطياره ابراهيم رئيسي هي اللي سقطت. نعم، وده اللي بيصير الريبه والشك طول الوقت حتى داخل الاروقه الايرانيه، والانعكاس بتاع ده في تضارب التصريحات اللي تمت في ايران في بدايه الازمه. يعني احنا بنتكلم على اعلان داخل ايران ان الرئيس في بدايه الازمه ان الرئيس ابراهيم رئيسي سليم وان هو موجود وقائم و و و واتنقل من مكان لاخر وفجاه نكتشف ان احنا لسه بندور عنه. اللي متابع للمشهد في الوقت ده كان في مساحه من تضارب التصريحات عظيمه جدا ومتناقضه جدا، لدرجه ان الخبر كان ينزل ويتمسح في ساعتها من على المواقع. يعني لا يستمر وجوده زياده عن 3 دقائق او 4 دقائق وفجاه يختفي الخبر. نعم. وينزل خبر تاني مناقض ليه تماما. نعم. وفجاه يختفي. نعم. حاله من السياق المتناقض داخل بنيه الاعلام الايراني في هذه المرحله. قد يكون الامر راجع بطبيعه الحال الى خطوره الموقف. احنا بنتكلم على رئيس جمهوريه احنا مش عارفين هو فين. واتعرض لازمه ضخمه جدا مع مسؤولين رفيع المستوى زي وزير الخارجيه. نعم. فاحنا بنتكلم على ازمه معقده. قد تكون تضارب التصريحات بسبب ده، وقد يكون لأهداف أخرى لسه لم تتضح إلى الآن. مين المستفيد دكتور أحمد من غياب إبراهيم رئيسي تحديدا؟ مين؟ في الداخل أم الخارج؟ داخل إيران. ده هيرجعنا خطوة لورا بس أستاذ أحمد عن مساحة الصراع القائمة على منصب المرشد. هل فعلا كان مرشح؟ بقوة. أو كان فيه كلام؟ مرشح بقوة. بقوة. وكان مرشح حتى قبل ما يبقى رئيس جمهورية. لأن إبراهيم رئيسي له يعني من الحرس القديم داخل النظام الايراني، وله تواجد عظيم في ايران من الثمانينات، ويعتبر التلميذ النجيب لعلي خامنئي، وكان المدعي العام وكان ماسك السلطه القضائيه. نعم. وساهم في قمع حركات التمرد اللي كانت ضد الثوره في بدايه الثوره الايرانيه. نعم. ويعني في عهده لما كان المدعي العام تسبب في إعدام ما يقرب من 30,000 معارض للثورة الإيرانية، ويطلق عليه الجلاد. كل الحاجات دي موجود. ويعني نما داخل السياق الوظيفي في إيران إلى أن وصل إلى رئيس الجمهورية. ليه مكانة في إيران؟ له ثقل عظيم. ليه ثقل؟ وهذا الثقل أهله أن هو يبقى قريب جدا من الحصول على منصب الإرشاد. وبالتالي الصراع داخل إيران الآن في هذه اللحظة التاريخية تحديدا. أيوة. على منصب المرشد. لأن المرشد علي خامنئي وصل 85 ولا 86 سنة تقريبا، وصل دلوقتي 83 أو 84 سنة. دي نقطة. النقطة الثانية أن الحالة الصحية ليه ما هياش في أحسن حال. وبيعاني من أزمات صحية متراكمة بقالها عقد من الزمان على الأقل. ففي المرحلة اللي احنا فيها دي وخلال السنوات القادمة دي، على الاقل السنتين الثلاثه اللي جايين، فاحنا قصاد تغيير لمنصب الارشاد كله. يعني علي خامنئي لن يستمر طويلا. المساحه الصراع داخل الحياه او داخل بيت المرشد الان قويه جدا. من سيحصل على منصب الارشاد؟